أشواق، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. تشبه مسائل هي محترفة ومسائل هي رسمية. الطبخ كيمشي الطبخ موازي، يعني كيمشي دبلوماسيا الطبخ كيسبب كيمشي الراسو. الحمد لله اللي كيعطي نتائج لا في الاستثمارات يا لا في العاملة، كيدخلنا الاستثمارات الكبار، كيدخلنا يد عاملة كبيرة، كنديرو مجالات بزاف د الحوايج. آدم هو ممثل جروب صفوت هنا من الأسي، نظمت هذا الملتقى مع الشيخ هادي. اش يمكن لكم تقولوا لنا كيف دازت الأجواء كيف دازت الحفل؟ الحمد لله الأجواء كانت مزيانة، التنظيم كان رائع، اشتغل على الدولة تكون واحد الإكسبيريونس في التنظيم، مع أننا نظمنا بزاف ديال الحفلات وبزاف ديال ليزيفينمون، التنظيم كان رائع ولحد الآن مازال اللقاء مع السي هادي كاين، كان حضور ديال الأمهات وديال النساء مدينة أسفي رائع، وداكشي كلشي داز بخير الحمد لله. تنعرفوا بان جروب صفيوط عنده واحد الخطوه قدام ممتازه، عندكم شي جديد، عندكم شي افكار؟ تنعرفوا مدينه اسيو تعطشه لهاد الانشطه بحال هكا، عندكم شي افكار اخرى؟ عندكم شي انشطه غتقدموها 2017 ان شاء الله مدينه اسيو وجمهور مدينه اسيو وجميع ساكن مدينه اسيو؟ الحمد لله دابا كاينه دازت 11 شهر باش بدينا في البلاد ديالنا، ان شاء الله شهر جوج كاين واحد لانيف ديال الجروب، الاحتفال بسنه جديده، غادي نختموا السنه اللي فاتت كامله ونقول الاحداث اللي زادت اللي خدمنا مع الشريفين، خدمنا في الأعمال الخيرية، بزاف ديال الأعمال درناهم، عندنا عمل خيري غدا إن شاء الله، درنا اليوم هذا العمل وغدا عندنا عمل خيري خارج المدينة، أول مرة وأول مجموعة كدير شي عمل خيري في القرى المجاورة، المناطق نقدر نقولوا كنسير ولكن غنقول كانت سميتها قافلة الدفء، توزيع الملابس وتوزيع المالطات في المناطق اللي فيها التجربة حول مدينة أسفي. كاين اكبر ايفنت اللي 3 ايام ان شاء الله في شهر جوج غتكون ان شاء الله الطوب في مصر ان شاء الله. الا كان معكم مراسي جديد من اسواق جديده اسفي. شكرا شكرا سي ادم. سي كريم جبران، شكرا على الحفل ديال الحفل. الحمد لله داز كيف ما كنا كنتوقعوا، الجمهور كان هادئ جدا، من هذا المنبر كنبغي نشكر الفاميلي اللي قامت بدور كبير في التنشيط وفي بزاف ديال الحويجات. اللي كيفاش الجمهور اليوم؟ الحمد لله الجمهور ديال مدينة اسفي جمهور واعي راقي، عزاني الموسيقى الراقيه، عزاني الموسيقى الزوينه، والحمد لله هادشي اللي حاولنا اننا نقدموا اليوم، قدمنا اليوم مجموعه ديال الاغاني اللي حاولت اللي عجبتهم بزاف، والحمد لله جاوا معنا الجمهور. سي كريم جبران، تنعرفك بانك انت يا بلبل الاغنيه الشرقيه والمغربيه، اش عندك شي جديد ان شاء الله عندنا في المستقبل؟ الحمد لله وجدت واحد الاغنيه سينجل ديالي بعنوان بان عيبك، ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله في الساحه ان شاء الله الفنيه قريب ان شاء الله. الله اكبر، وانتم الموظف عندكم في المغرب شحال كيشد؟ ما كيشدش بزاف مسكين. شحال؟ 10,000؟ 10 مليون. واش كيخسر؟ 16 مليون. نازل اسفي اول مره كنجي هنا كنلقى واحد هذا شرف ليا فتح وفاوت الاستقبال. وثاني حاجه الناس ديال اسفي خصنا نديروا لهم هاد الدورات هكذا باش نرفعوا من المعنويات ديال جميع النساء المغربيات او الرجال المغاربه. هاد الدوره هذه تكلمنا على كانت دوره تاطيريه، تكلمنا فيها شويه على الطبخ، فن الطبخ، الدبلوماسيه الموازيه، العلاقه ديالها ما تنعرفوا فن الطبخ راه ثقافه حضاره تاريخ، خصنا نوصلوا هاد المعلومات هذا. وتنشكر الناس ديال اسفي مزيان هاد المنبر هذا، كنشكرهم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.